الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي وأخواتي أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي الذكرى الثالثة لخطوة عظيمة أقبل عليها الشعب البحراني الأبي حين شارك بشكل منقطع النظير في الاستفتاء الشعبي حول تقرير المصير واختيار نوع النظام السياسي الذي يريده لبلده، وأطلق أكبر نعمة تاريخية لتغيير مصير قبل 3 أعوام. هذا الاستفتاء الذي أجرى بإشراف لجنة مستقلة كانت على رأسها الأستاذة بلقيس رمضان، التي نوجه لها أسمى التحايا على جهودها، وللمتطوعين رجال ونساء الذين عملوا بجد ليلا نهارا لأجل ذلك. وهذا قد انعكس في الإقبال الواسع من أهلنا الكرام من مختلف المناطق الذين توجهوا بكل عزيمة نحو صناديق الاستفتاء، هاجرين صناديق الانتخابات الصغرية التي كان يجريها الكيان الخليفي تزامنا معه، وأثبتوا كلمتهم وقرارهم ورغبتهم بنظام سياسي جديد تحت إشراف الأمم المتحدة بعيدا من دكتاتورية الخليفيين. لن يتنازل عن هذا الحق الذي كفلته كل المواثيق الدولية، مهما مورس ضده القمع والإرهاب سيظل ثابتا على موقفه الرافض لحكم الخليفيين، وهو ما سيؤكده حين يقاطع الانتخابات مهزل المزمع إجراؤها العام المقبل 2018. ختاما نجدد التحية باسم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير للأستاذة المبشرة بلقيس رمضان ولكل من أسهم في إنجاح مشروع الاستفتاء الشعبي، والشكر لكم أيها الحضور على مشاركتكم في هذا الحفل الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب يريد الصمت.